يسوع أن نشكر كل من ساهم في إقامة هذا الحفل وكل من ساهم في دعم طباعة هذه الكتب وكل من ساهم في تشجيع كتابة هذه الكتب. في البداية بشكر مجلس بلدية بيت لحم ممثلة بالرئيس المحامي أنطون سلمان على تبنيهم ورعايتهم لهذا الحفل. بشكر الإخوة والأخوات اللي دعموا إصدار الكتاب تبع بيت لحم 366 على ميجي بالتفصيل. وبالترتيب إذا بدي أذكرهم الأخ العزيز جورج الأعمى، الأخ الياس العرجة، الأخ أبو الديني بسام أبو الديني في 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 لندن، وكمان الإخوة ماكسيم وزوجته جاكلين اللي أيضا عايشين في لندن اللي بطريقة أو بأخرى ساهموا في إنجاح وإصدار هذا الكتاب. فبالتالي لهم منا كل احترام والشكر. شكرا كمان مرة من جديد.